دلوقتي ان شاء الله نبتدي نعمل القلقاس. عندي السلق اهو وكزبره خضراء وعندي قلقاس. دلوقتي هعمل ايه؟ عندي شوربه في الفريزر اللي انا عاملاها بتاعه المواسير، ممكن اخد منها او هسلق فراخ النهارده، هاخد شوربه فراخ. اول حاجه هعملها هاخد القلقاس احطه على النار يهبط شويه عشان احطه يتحمر عقبال ما الفراخ تتسلق واخد منها. دلوقتي قدحت السمنه صفيت وخدت القلقاس في السلق في الحله اهو تبلته. بص ازاي هحطه على السلق. ادي السلق اهو لتحميره اهو، هحمره ولما يتحمر هنبص عليه. حطينا الشوربه وهنضيف عليها القلقاس. عندي الكباس كل الحاجة عليه مولعة. انا ضفت القلقاس اهو على الشوربة اهو لسه حطاه، وعصرت عليه ليمونتين وهحطيه لما يستوي. السلق اهو يتحمر اهو، اللي عايز يحط الفوق في السلق يحط، واللي مش عايز يحط براحته، اللي بيتعب من الثوم ما يحطوش. بس احنا نحطش له فص ثوم. انا حطيت الشوربه بصراحه فص ثوم وسلقتها مع الفراخ واستكفيت بيه كده، انما انا بحمر في السلق وعندي حزمه كزبره خضراء في الاخر بقوم مقطعاها وحطها في الخلاط مع السلق المحمر واضربه كله في الخلاط واحطه على القلقاس. دلوقتي يا حبايبي هنعمل رز احمر جنب القلقاس. هحط معلقتين زيت و هضيف صلصه. هعمل رز احمر جنب القلقاس، هنحط معلقتين زيت يسخن، هنحط معلقتين صلصه و دلوقتي انا احط معلقتين صلصه على الزيت بس، واحط حبه سكر صغيره نص معلقه حبه سكر، ونحط قد معلقة ملح صغيرة، حبة فلفل اسود، وتغلي. اضيف الرز بألف هنا وشفا والرز الاحمر. اما يخلص هتشوفوه وتاكلوه بألف هنا، وكل سنة وانتم طيبين. احلى فراخة تاكلوها محمرة واحلى قلقاس واحلى رز احمر بالألف هنا وشفا. وبجد بجد والله العظيم تحفة، جربوه ومش هتندموا. والوصفة والطريقة على اليوتيوب. وألف هنا وشفا.